الكرام متابعينا الأعزاء، أيها الحظ الكريم، أيها المشاهدون الكرام، تتواصل المنافسات وتستمر التحديات والانطلاقات في هذا المهرجان، في هذا الحفل والعرس التراثي الكبير في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنتعايش معكم انطلاقات وتحديات، منافسات سن اللقاية وأمسية الرموز، أمسية الفضة والتحديات والأسماء الكبيرة الحاضرة والمتواجدة والمشاركة، لينطلق قبل لحظات الشوط الثامن بتعداد أشواط هذا المساء في منافسات وانطلاقات فئة القعدان. لننطلق مشاهدين الكرام واصفين لكم النداء للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والحاضرة معنا بالصدارة والقيادة. لنتابع المركز الأول مطروخ، سعد بن سعيد بن رفادة المري من يقدم لنا انطلاقة مطروخ بطنخة الكبار لهذا الشعار الكبير الحاضر بالصدارة والقيادة. المركز الثاني يحضر السفير نايب بن محسن بن راشد الشهواني يتقدم شعار على المرتبة الثانية ليكون سفير لأبناء الشحانية على أرضية ميدان الشحانية مع تقدم السفير. المركز الثالث التواجد من قبل الحكيم ليتقدم بحكمة الكبار مع المركز الثالث ليتواجد شعار علي بن محمد بن فاران المري. المركز الرابع أتابع مشاهدينا الأعزاء نجد على المركز الرابع حمد بن سعيد بن محمد بن عيسى الحبسي ضيف للبلاد يحضر بشعاره ليتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع مشاهدينا الكرام شعار بن طيثاب من حضر بهذه اللحظات وانطلق مرافقا لراحي محمد بن صالح الجابر المري لكن ينخطف. المركز الخامس من قبل الكاسر سعيد بن محمد بن سعيد الفلاسي من قدم لنا الكاسر من كسر حاجز النداء وتقدم إلى المركز الثالث بهذه اللحظات ليتقدم مع كوكبة الأسماء المتقدمة ليكون منطلقا في فلك من أفلاك الصدارة والمقدمة مع تحديات المقدمة. لأتابع أيضا بمعية تقدم الكاسر أتابع أسماء حضرت بهذه اللحظات، أول القادمين، أول المواصلين، أول الحاضرين، أول المنطلقين بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة. مفيد مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري مع المركز الخامس، هذه الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة والمتنافسة بتحديات الصدارة. ليعود بحضراتكم إلى شعار الرسمي، ليعود إلى المقدمة ليتابع هنالك مطروخ، مطروخ والشوط بدأ يتطابق مع هذه الشعارات الحاضرة، الشعارات المتواجدة، الشعارات المنطلقة والمتنافسة. ليتواجد شعار برفادة على المركز الأول مقدما لنا مسيرة القيادة والانطلاق الأول. تعود ملكية مطروح لسعد بن سعيد بن سعد الرفادة المري على الصدارة والقيادة. المركز الثاني أتابع التواجد من قبل الكاسر سعيد بن محمد بن سعيد الفلاسي. والمركز الثالث الحضور للسفير نايف بن محسن بن راشد الشحواني وشعاره يتواجد مرافقا للسفير بالمركز الثالث. المركز الرابع الحاضر مشاهدينا الأعزاء مفيد المتواجد ليقدم ما هو جديد لشعار بن دري، لشعار المنصوري، لشعار بن دري الحاضر والمنطلق مع المركز الرابع مسلم بن علي بن سعيد بن دري المنصوري على المركز الرابع. المركز الخامس أول الواصلين لأول نداء شعار من ذيبان العامري متعب اللي وصل بهذه اللحظات، محمد بن عبيد بن الحلوس بن ذيبان العامري مع المركز الخامس. مشاهدينا الكرام هذه الأسماء الحاضرة، هذه الأسماء والنوعيات المتواجدة. بدأت الأسماء بالظهور بهذه اللحظات، بدأت الشعارات تقترب من دائرة الأسماء المذاعة ليكون الحضور
والمنافسة للأقوياء ليكونوا الحضور للشعارات المنطلقة، شعارات أبناء دول مجلس التعاون. لنعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط لنتابع الكاسر ينطلق بالصدارة ليقدم لنا مفسرا لنا مجريات الصدارة بالقيادة والريادة. يقدم لنا شعار سعيد بن محمد بن سعيد الفلاسي، تحديات هذا البطل وانطلاقة هذا النجم على المركز الأول. المركز الثاني أتابع مشاهدينا الكرام السفير لنايب بن محسن بن راشد الشهواني على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من قبل برزان شحيل بن عبد الله بن حمران. المر يصل شعاره ليتقدم شعار بن حمران ليوندا مع المركز الثاني مع تدخلنا لأجواء الكيلومتر الأخير. خلاص هذا الكيلو الملتهب، هذا الكيلو اللي أيضا تحضر بشعارات القوية، بالانطلاقات الفريدة، بالتحديات والتميز، بالابداعات والظهور المتألق من قبل هذه الاسماء ليكون التألق مع الصدارة ومع الكاسر. سعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي على المركز الاول، حافظ يا الفلاسي على القيادة. هنالك القدوم، هنالك الوصول من شعيل وشعاره برزان شعيل بن عبد الله بن حمران. المري على المركز الثاني، المركز الثالث وتابع الواصل المحية سعود بن عبد العزيز بن شنان ليصل أبناء هذا الميدان يصلون بهذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن حمران. المركز الرابع الواصل مشاهدينا الكرام الصداوي سعيد بن محمد بن مبارك المحيري، لكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى الإثارة، إلى التحدي، إلى الانطلاق الأول. الكاسر خطف المركز الأول، توج بالانطلاق، حقق هذا الناموس ليهدي أبناء الإمارات هذا الناموس المسائي الكبير مع تحديات الكاسر. تهانينا لسعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل محية لسعود بن عبد العزيز بن شنان المري. المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام برزال شعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل الصداوي سعيد بن محمد بن مبارك المهيري. مع المركز الرابع والمركز الخامس كان الوصول من قبل مبلش لناجي بمصفر الرزق العجمي وابناء المملكه. اذا مشاهدينا الكرام تابعنا المنافسه التي حضرت هذا الشوط وشاهدنا الكاسر من حقق المركز الأول وخطف الناموس وتوج بهذه المسيرة بتوقيت زمني وغدره سبع دقائق 36 17 زمن الثانية. تهانينا والناموس سعيد بن محمد بن حميدان الفلاسي، نهنيه على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل محية، توقيت الزمن 7:39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعود بن عبد العزيز بن شنان المري. المركز الثالث وصل برزان 7:39 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لشعيل بن عبد الله بن حمران المري.